السلام عليكم. إذا سوف نتناول في هذا الفيديو التمرين التالي. نعتبر دائرة ومركزها دي، ونعتبر مربعا ABCD بهذه الصورة مرسوم هكذا، بحيث رأسه D هو مركز الدائرة و B تنتمي للدائرة، والمستقيم أو القطعة DA امتدادها يقاطع الدائرة C في نقطة E، وقطعة المستقيم CE هذه تقطع نصف الدائرة التي قطرها CD، نصف الدائرة التي قطرها CD تقطعها في F، بحيث CF يساوي 2، يعني المعطيات CF يساوي 2. إذن واضح يعني المعطيات تقريب. السؤال: ما هي مساحة مربع ABCD؟ هذا المربع ABCD ما مساحته؟ علما أننا في وضعية كهذه. إذا كالعادة أنا أنصحكم بأن توقفوا الفيديو بعد أن تكونوا قد فهمتم يعني نص التمرين ومعطياته، وتحاولوا لوحدكم خاصة التلاميذ والتلميذات والطلبة والطالبات، ثم يعني بعد ذلك تنظروا للحل، لأن حين نفكر يكون أفضل. طيب، يعني نحن لو نسمي مثلا الطول، طول ضلع المربع نسميه إكس مثلا، طوله إكس، حتى نجد طول المربع أو ضلع المربع طوله يجب أن نجد إكس كم تساوي. إذن يجب أن نفكر ماذا سنفعل حتى نجد يعني إكس كم يساوي، علما أن العدد الوحيد المعلوم في كل تمرين هو 2، هو FC، هذا الطول FC هو الوحيد المعلوم في كل تمرين فقط، البقية نجهل شعاع الدائرة، نجهل طبعا شعاع الدائرة الصغرى معلوم هو 2، لا حتى هو غير معلوم طبعا، لأن لا نعلم سي دي، لأن نحن لا نعلم شعاع الدائرة الكبرى ولا شعاع الدائرة الصغرى المرسوم نصفها. إذا يجب أن نجد طريقة. طيب، سأبدأ في حل التمرين، وكلما اعترضنا إشكال أو وضعية أو علاقة يجب البرهنة عليها، يعني غير لا أقول غير معلومة، ولكن أقول أنه نستعملها نشازا، سأبرهن عليه. طيب، نحن لدينا مثلث كما نرى، سي بي دي قائم في دي هذا، ولدينا مثلث آخر CFD، CFD قائم هو أيضا في F، باعتبار أن C و F و D تنتمي لنصف الدائرة و CD قطر للدائرة، إذن هذا المثلث CFD قائم في D. إذن سأرسمه هكذا وأضع الزاوية قائمة هنا. الآن إذن سنذكر قليلا ببعض العلاقات التي لدينا. إذا كان لدينا مثلثا قائما، نعلم أن إذا كان لدينا مثلث هكذا قائم وهذا ارتفاعه، لو نسميه مثلا A B C وهذه هاش، فإن لدينا العلاقة A B قوة 2
هذه العلاقة AB قوة 2، هذا الضلع القائم قوة 2 تربيعته يساوي الوتر BC في BH في الجزء المجاور لـAB. وهذه علاقة معلومة إن شئتم نبرهن عليها بسرعة إن شئتم. كيف ذلك؟ إذا لو نأخذ نحن AB قوة 2، لو نأخذ AB قوة 2 حسب هذا، AB قوة 2 هي AH قوة 2 باعتبار المثلث القائم مع HB قوة 2، AH قوة 2 مع BH قوة 2 تربيعة هذا مع تربيعة هذا حسب بيتاغور. ولكن AH أو نحن قلنا BH في، ولكن AH قوة 2 هذه لدينا علاقة أخرى يجب أن يكون يعني الإنسان متمكن من هذه العلاقات، لأن لا يمكن أن نبرهن عن كل علاقة. وآه قوة 2 هذه هي BH في CH، إذا آه قوة 2 هذه هي BH في CH هذه مع طبعا BH قوة 2. إذا نجد سنضع الآن BH عامل مشترك، BH ضارب تبقى هنا CH مع BH، BH ضرب CH هنا BH قوة 2 تصبح BH، ولكن CH مع BH، CH مع BH هي BC، يعني هذه الآن هي BC، فنجد إذن BH في BC، إذن AB قوة 2 تساوي BH في BC، أو BC في BH. طيب، لو نأتي لتمريننا، نجد إذن ماذا؟ هذا المثلث EDC قائم ومن الزاوية القائمة رفعنا يعني هذا الارتفاع، فيمكن القول أن CD قوة 2 يعني X قوة 2، إذا يمكن القول X قوة 2 هذه تساوي هذا الوتر كله يعني EC في CF. سي اف هي 2، اذا 2 في او سي. طيب هذه اكس قوة 2، ولكن لو نجد او سي كم تساوي، لو نحدد او سي انهينا مساحة المربع الذي نبحث عنه هو اكس قوة 2، من تساوي 2 او سي، لو نجد او سي كم تساوي انهينا، اكس قوة 2 هي مساحة المربع نجد هذه المساحة. إذن المسألة الآن تصبح كم تساوي أس؟ الآن قبل أن أدخل أحاول أن أجد أس، لأن في إشكال سنحاول أن نجد الإشكالات. يعني مثلا أنا لو أريد أن أجد أس، على الأقل يجب أن يكون لدينا مثلا ED الشعاع و DC، ولكن إن كان لدينا DC أنهينا المشكل. يجب أن يكون لدينا مثلا هذه الزوايا كم تقيس، وأنا لا علم لي بأي طول ما عدا FC. إذن تبدو أن هناك صعوبة لو نستعمل التريجونومتري. ربما نصل، ولكن صراحة أنا حاولت ولم أجد، فالتجأت إلى ما يسمى بقوة نقطة بالنسبة لدائرة. إذن قبل أن أواصل التمرين سوف أفتح بابا أو نافذة على قوة نقطة بالنسبة للمستقيم، وأرجو أن تتابعوا جيدا، ربما الكثير منكم لا يعرف هذا أو معلومات قليلة، لأن حتى في التعليم لا يلونها عناية كبيرة. إذن سأخصص
الآن جزء من الوقت في هذا الفيديو لي سنخرج عن التمرين، سنتحدث عن قوة نقطة بالنسبة لدائرة، ثم نعود للتمرين. لا تنسوا إذن أننا في تمريننا وصلنا إلى أن إكس قوة 2 تساوي 2 أسي، لا تنسوا هذا حتى بنعود إليها بعد قليل في نتمم التمرين. الآن سنخرج عن التمرين سنخصص جزء من الوقت لنتحدث عن قوة نقطة بالنسبة لمستقيم. عفوا، أقصد قوة نقطة بالنسبة لدائرة ليس لمستقيم، قوة نقطة بالنسبة لدائرة. طيب، أولا التعريف، نأخذ دائرة، نأخذ نقطة سواء داخلها أو خارجها لا يهم، سأأخذ أنا في التعريف الخارج، والدائرة مركزها O. إذن قوة آم بالنسبة للدائرة أو هذه الدائرة سنرمز إليها هكذا أو بين قوسين، يعني حتى نقول أن الدائرة التي مركزها أو بغض النظر عن شعاعها. إذن قوة باور بويسونس، قوة آم بالنسبة للدائرة التي مركزها أو، إذن سنرمز بأو بين قوسين للدائرة، تساوي، هذا تعريف يعني ليست لا حقيقة ولا مبرهن، يساوي ام او قوة 2 الا شعاع الدائرة قوة 2، سنرمز الى ار شعاعها. هذا هو التعريف. اذا قوة نقطة بالنسبة لدائرة هي ام او قوة 2، البعد بين المركز والنقطة، تربيعة هذا الا تربيعة الشعاع، سواء كانت النقطة في الداخل أو الخارج أو على الدائرة لا يهم، نفس التعريف. طيب، إذا هذا هو التعريف. الآن من خلال هذا التعريف سنبين ما يلي. إذا سنبين أن قوة نقطة بالنسبة ل سنبين إذن أن قوة نقطة بالنسبة لمستقيم لدائرة عفوا قوة نقطة بالنسبة لدائرة هي تساوي ام A في ام B، حيث A و B ينتميان للدائرة O، و M و A و B على استقامة واحدة، استقامة واحدة. إذن سنبين هذا، سنبين هذه النتيجة. طيب، يعني بمنطق آخر، سنعتبر دائرة مركزها O، وسنأخذ مرة نقطة M في هذه الحالة، سنأخذها في الخارج ثم سنبين حين نأخذها في الداخل، ثم سنبين حين نأخذها على الدائرة. طيب، سنبين أن كلما أخذنا نقطة M وكلما أخذنا أي مستقيم يمر من الدائرة عبر A و B، A و B ينتميان للدائرة وعلى استقامة واحدة مع M، فإن قوة النقطة ام بالنسبة لهذه الدائرة هي ام A في ام B هكذا. هذا شيء من المصطلحات، انا من تونس وتقريبا استعمل مصطلحات فرنسية. القصد بهذا بالنسبة للإخوة والزملاء والطلبة والتلاميذ ربما الذين يتابعون من المشرق ولهم مصطلحات انجليزية، هذا نقصد به البعد الجبري، يعني ممكن أن يكون موجب أو ممكن أن يكون سالب. هذا ام A يعني ممكن أن يكون موجب إذا كان ام A في الاتجاه الموجب الذي نختاره على المستقيم، وممكن أن يكون سالب إن كان ام A في الاتجاه الذي يعاكس الاتجاه الموجب الذي اخترناه. هذا القصد، في حين البعد فقط وهو دائما موجب لكن نرمز إليه هكذا بام B حتى نكون يعني واضحين. يعني هذا إن شئنا البعد الجبري أو البعد الحسابي الذي يمكن أن يكون موجب أو سالب.
لأن نحن سنبين هذا، يعني سنبين أن هذا يساوي هذا باعتبار في التعريف M قوة النقطة هو M O قوة 2 إلا R قوة 2. لأجل ذلك باش نأخذ M تنتمي للخارج الآن، M خارج القرص، سنأخذ المستقيم CD MCD والذي يمر من مركز الدائر، حين يكون لدينا هذه العملية MCD انظروا كيف سنكتب يعني البعد MC في MD. إذن لدينا إن شئتم، إذن لدينا MC في MD في هذه الحالة الخاصة حيث MCD يحمل القطر، هذا يساوي حسب علاقة شال MO مع OC ضارب، وMD هي MO مع OD، ولكن انظر OD هي إلا OC، OD هي إلا OC، إذن سنكتب هنا إلا OC، وهذه MO مع OC في MO إلا OC تساوي MO قوة 2، لا فائدة في أن أضع هذه الخط الصغير لأن تربيعة، إذن MO قوة 2 إلا OC قوة 2 تساوي إذن MO قوة 2 إلا، ولكن OC هي R هي الشعاع إلا R قوة 2. انظروا أين وصلنا، وصلنا أن MC في MD في هذه الحالة حين يمر المستقيم يحمل قطرا، MC في MD يساوي MO قوة 2 إلا R قوة 2، يعني التعريف لو تذكرون لو تعودوا إلى تعريف قوة نقطة، دونك هذا يساوي قوة النقطة M بالنسبة للدائرة التي مركزها O. هذا في هذه الحالة، في حالة أن CD هو قطر، لو يكون CD ليس قطر يعني كما هذه كما الحالة في AB، إذن الآن سنبرهن أن في هذه الحالة MA MB هو أيضا MA MB هو أيضا القوة، MA MB هو أيضا القوة، واضح؟ إذن سنبين هذا. انظروا سنعتبر هذا المثلث MDA، سنعتبر المثلث MDA وسنعتبر المثلث MBC، إذن هذا المثلث MDA له هذه الزاوية التي لونتها بالأحمر، والمثلث MBC هذا له أيضا هذه الزاوية، إذن MDA وMBC لهما زاويتان متقايستان باعتبارهما يقاطعان يعني D و B على الدائرة ويقطعان يعني الزاوية CDA وCBA يقطعان هذا القرص الجزء من المحيط الدائري هذا وهو CA، إذن هما متقايستان بالضرورة، إذن الزاوية في المثلث MDA وMBC لهما نفس الزاوية D و B يعني لهما زاويتان متقايستان أقصد، وهنا والزاوية M مشترك، انظروا هنا M مشترك، إذن M مشترك وD وB متقايستان بالضرورة الزوايا رقم 3 متقايس، إذن المثلثان كيف هما؟ المثلثان متماثلان، ينجر عن ذلك أن MD على MB، MD على MB، MD على MB يساوي MA على MC، إذن ينجر عن ذلك أن MD في MC يساوي
ام بي في ام ا او ام ا في ام بي، ولكن بما ان ام دي ام دي و ام سي لهما نفس الاتجاه، نلاحظ ان سي و دي من نفس الناحيه بالنسبه لام، اذا يمكن ان اضيف هذا لا يغير شيء، وكذلك نفس الشيء بالنسبه لام ا وام بي لا يغير شيء، ولكن ام دي في ام سي، انظروا هنا ام دي في ام سي حسب السابق، بما ان هذا قطر بينا ان ام دي في ام سي هو القوه، هو قوه ام بالنسبه لاو، ام دي في ام سي يساوي ام ا في ام بي بيناه الان، وام دي في ام سي هو قوه ام بالنسبه للدائره، وهذه هي قوه ام، هذه هي قوه ام بالنسبه للدائره او، وتساوي هذا. اذا انهينا ام ا في ام بي هي قوه ام بالنسبه للدائره. دونك حين ناخذ نقطه ام خارج الدائره ونرسم مستقيما نصف مستقيم من يمر من ام او راسه ام ويقطع الدائره في نقطتين ا وبي، فان ام ا في ام بي هكذا او دون الحساب الجبري باعتبار لهما نفس يعني العلامه موجبات يساوي قوه النقطه ام بالنسبه للدائره. طيب اذا هذا بالنسبه لو تكون النقطة ام على خارج الدائرة. الآن سنأخذ الوضعية، الوضعية حيث ام داخل الدائرة. إذا الآن سنأخذ الدائرة ونأخذ ام داخلها، الآن ام هنا. إذا كما قلنا ك ك ك ك كمنذ قليل سنعتبر المستقيم ام او يقطع الدائرة في نقطتين سي ودي بحيث هناك قطر، وناخذ الوضعية الأخرى التي اتفقنا فيها، يعني ام يقطع هكذا، يقطع في ا و ب، يعني المستقيم الذي يمر من ام يقطع الدائرة في نقطتين ا و ب هكذا. وسنبين كالعادة أن فعلا قوة النقطة ام بالنسبة لهذه الدائرة هي ام ا في ام بي بالقياس الجبري الحساب. اذا سنعتبر هذين المثلثين، اذا سنعتبر هذا المثلث الاول، انظروا ارجو الرسم ربما غير باين كما ينبغي، سناخذ المثلث ام سي ام سي ام ا سي وام دي سي ام دي بي، دونك سناخذ المثلثين، سنعتبر المثلثين ام ا سي ام ا سي والمثلث ام بي دي، سنصلح ان كانت النقاط ليست على التواتر الصحيح. طيب في المثلث الاول، اولا المثلثين لهما زاويتان متقايستان متقابلتان بالراس، هذان في ام وام هنا وهنا لهما نفس زاويتان متقايستان. الآن نرى أن في هذا المثلث سي أ بي مثلا، في سي أ بي، سي أ بي يقطع هذا القرص، جزء من القرص الدائري أو من القوس الدائري عفوا، ولكن في دي أيضا سي دي بي يقطع نفس الـ القوس الدائري. إذا سي أ بي وسي دي بي، سي أ بي وسي دي بي هما متقايستان، يعني هذا تقايس هذا وهذان متقايستان. إذا المثلثان كما قلت ام أ سي، عندي هنا ام وأ يقايس ام حتى تكون يعني الأمور واضحة، هنا دي، إذا دي بي نكتب هكذا دي بي أف دي بي دي بي، حتى حين نقسم يعني نقسم، ينجر عنه، اذا ينجر عن هذا ان ام ا على ام دي يساوي ام ا على ام دي يساوي ام سي على ام بي، ام سي على ام بي، ينجر عنه ان ام ا في ام بي
ام ا في ام بي تساوي ام سي في ام دي. فوالا، اذا ونلاحظ ان ام ا وام بي لهما يعني ان شئنا اتجاهين مختلفين لو، وكذلك ام دي وام سي. دونك لو نضيف هذه العلامات هنا تبقى العلاقات صحيحه، ولكن حسب السابق نعلم ان حين تكون يعني ام وسي ودي على استقامه واحده وتكونان على المستقيم الذي يحمل القطر، فان ام سي في ام دي، ام سي في ام دي هذه هي قوه النقطه، هذه هي قوه النقطه ام بالنسبه للدائره او. من هنا متساويان، اذا هذه ام ا في ام بي هي ايضا قوه النقطه ام بالنسبه لاو. اذا بينا في الحاله ام داخل الدائره او خارجها، اذا مهما تكون ام تنتمي للقرص الدائري سي، ساكتب هكذا يعني داخل القرص، او ام لا تنتمي للقرص الدائري يعني خارجه، اذا بينا اللي قوه النقطه ام بالنسبه لي او، قوه النقطه ام بالنسبه لي او هي اذا ام ا في ام بي، حيث طبعا كما قلنا ا و بي تنتميان للدائره سواء كانت في الداخل او الخارج، يعني الوضعيه هكذا، سواء كانت ام هكذا و ا و بي هنا، او هكذا و ام في الداخل و ا و بي هنا لا يهم. ماذا نستنتج؟ يعني لو نريد ان نفهم يعني الوضعيه، يعني ماذا، وطبعا تبقى الحالة ام تنتمي للدائرة، اذا سنقول تمرين، انجز، حاول ان تنجزوها كتمرين، ساتركها يعني، وهي وضعية سهلة. الان لو نلخص، ماذا قلنا لو نلخص؟ كاننا قلنا حين ناخذ دائرة مركزها او، وناخذ نقطة سواء في داخلها او خارجها لا يهم، كلما أخذنا مستقيمات هكذا دائما ام ا هذه ا هذه ب هذه ا أولي هذه ب أولي هذه ا ثانوي هذه ب ثانوي مثلا، فإن ام ا في ام بي يساوي ام ا أولي في ام بي أولي يساوي ام ا أولي ثانوي في ام بي ثانوي، وهكذا دواليك، وحتى في الداخل، حتى إن كانت نقطة ام في الداخل نفس الشيء. ببعض ملاحظات الآن، إذا كانت ام في خارج القرص الدائري فإن القوة بي موجبة، وإذا كانت ام في الداخل، انظروا لو نأخذ مثلا هذه الوضعية ام في الداخل ونأخذ النقطتين هذا مثلا، لاحظ لهما اتجاهان مختلفان، إذا بي سيكون سالب. وإذا كانت النقطة ام على الدائرة، على الدائرة ام، فإن البي يساوي صفر. ملاحظة أخيرة هامة أيضا هي التالية، الملاحظة هي التالية، إذا لدينا، لو يكون لدينا دائرة ونقطة ام في الخارج وهذا مركز الدائرة وهذا الشعاع، نعلم أن القوة هي قوة ام هي ام او قوة 2 الا ار قوة 2 حسب التعريف. انظروا الان لو ننجز المماس هكذا، لو انجز المماس هكذا، هذه القوة هي ام او قوة 2 الا ار قوة 2، حتى هذه ار، وام او قوة 2 الا ار قوة 2 حسب بيتاغور، لو نسمي هذه النقطة تي مثلا يساوي ام تي قوة 2. اذا حين تكون النقطة خارج الدائرة كذلك، يعني ام القوة هي ام او قوة 2 الى ار قوة 2 يساوي ام ا في ام بي، كما قلنا ام ا في ام بي يساوي ام سي في ام دي الى اخره، ويساوي ايضا ام تي قوة 2، حيث ماذا؟ حيث تي هي نقطة تماس الدائرة وهذا المستقيم هي نقطة التماس. هذه ملاحظة أخيرة.
طيب سنعود للتمرين بسرعة الآن، أن الوقت سيدركنا ولا. في التمرين، في التمرين كما قلت بينا أن x قوى 2 يساوي 2 أو سي، لا ننسى هذا، وأنا سنبحث عن أو سي. إذن انظروا ماذا سأفعل الآن، سأمدد في هذا المستقيم وسأمدد في هذا. قوة النقطة A، قوة النقطة A بالنسبة للدائرة الكبرى تساوي، إذا قوة النقطة هي من ناحية EA في EA في A نسميها مثلا كهذه EA في AK، لا ننسى هذا، قوة النقطة هي هذه في هذا، ولكن أيضا تساوي هذه في هذا. كما قلنا أي مستقيم نقوم ب A والنقطة و A والأخرى، يساوي AE في AK يساوي AB الذي هو X، AB هو X في AL مثلا، هذا X ولكن هذا أيضا X، حتى هذا X واضح لأن هذا قطر للدائرة وهذا مستقيم يعامدها هنا، هنا تعامد. إذن في إمكانكم أن تتأكدوا يعني أن المثلث هذا متقايس ضد العين، وبالتالي هذا المنتصف، إذن هذه X، إذن هذه X، X قوى 2 A، وجدنا X قوى 2 الآن يساوي AE في AK. الآن AE، انظروا AE هي شعاع الدائرة، هذا الشعاع إلا X، واضح هذه هي الشعاع إلا X، وهذه دونك في هذه، في هذه يعني في أكا، لا ننسى أكا هو هذا شعاع أيضا، هذا أيضا شعاع، وهذا إكس إير مع إكس، إذا إير قوة 2 إلا إكس قوة 2، هذه إير قوة 2 إلا إكس قوة 2، نمر إكس قوة 2 من الناحية الأخرى، تصبح لدينا إكس قوة 2 مع إكس قوة 2، إكس قوة 2 يساوي إير قوة 2، ينجر عنه أن إكس قوة 2 إذا وجدنا R قوى 2 يساوي 2 X قوى 2، إذا EC قوى 2 حسب بيتاغور، انظر الآن EC قوى 2 حسب بيتاغور في هذا المثلث هي R قوى 2 مع X قوى 2، المثلث قائم X قوى 2 و R قوى 2 هي 2 X قوى 2، إذا EC قوى 2 هي 3 X قوى 2، إذا EC هي X جذر 3. إذا EC يساوي X جذر 3، لا ننسى أن X قوى 2 تساوي 2 EC، نعود هنا تساوي 2 و EC هي X جذر 3، إذا X قوى 2 تساوي 2 في X في جذر 3، نحذف ب X و X هنا، نجد X يساوي 2 جذر 3، إذا X يساوي 2 جذر 3، إذا X قوى 2 تساوي 12، إذا ما مساحة المثلث؟